دعني أقول أن لدي هنا بحيرة تجمد سطحها، أو نقول بركة كبيرة، لذلك لدي سطح كبير من الجليد. هذه أفضل محاولتي لرسم ذلك. وسأضع جسمين من الجليد هنا، سأضع جسما من الجليد هكذا، جسما من الجليد هنا، وسأضع جسما آخر هنا. بحيث يكون الجسمان متطابقان، كتلة كل منهما 5 كيلوغرامات. دعني أكتب ذلك هنا. إذن كتلة كل منهما 5 كيلوغرامات، والفرق الوحيد بينهما هو سرعتهما. هذه ساكنة stationary، والأخرى تتحرك بسرعة ثابتة constant velocity، سرعة ثابتة باتجاه اليمين. إذن السرعة باتجاه اليمين، ولنقل أنها تتحرك بسرعة 5 متر لكل ثانية. وسبب أنني وضعت أجساما من الجليد على سطح جليدي لأننا سوف نفرض أن على الأقل في هذا الفيديو أن الاحتكاك مهمل. والآن ما الذي يقوله قانون نيوتن الأول عن جسم؟ إما أنه لا يتحرك، أو يمكنك القول أنه يتحرك بسرعة ثابتة مقدارها صفر، أو جسم يتحرك بسرعة ثابتة. يقول قانون نيوتن الأول أنهما إما سيحفظان سرعتهما الثابتة أو سيبقيان ساكنان، أي أن مقدار السرعة يساوي صفرا إلا إذا كان هناك قوة غير معادلة، قوة محصلة تؤثر على الجسم. لذلك نفكر بها هنا. في أي من هاتين الحالتين لا يمكن أن تكون هناك قوة غير متوازنة تؤثر بهما، أو أي قوة محصلة. ولكن فكر بها، إذا افترضنا أن هذه الأجسام موجودة على الأرض، فهناك قوة محصلة تؤثر بها، كلاهما على سطح الأرض، كلاهما لديه كتلة، لذلك فهناك قوة جاذبية تؤثر بهما، ستؤثر بهما قوة الجاذبية باتجاه الأسفل، وقوة الجاذبية التي تؤثر باتجاه الأسفل ستكون مساوية لتسارع الجاذبية الأرضية، وهو سيكون قريبا من السطح، وهي كمية متجهة، مضروبا بكتلة الجسم، أي ب5 كيلوغرام. ونحن نعرف أن تسارع الجاذبية الأرضية يساوي 9.8 متر لكل ثانية تربيع، فإنك تضربه ب5 لتحصل على 49 كيلوغرام متر لكل ثانية تربيع، والتي تساوي 49 نيوتن. ولكن لدينا لغز هنا، فقانون نيوتن الأول يقول الجسم الساكن يبقى ساكنا والجسم المتحرك يبقى متحركا إلا إذا أثرت عليه قوة محصلة. ولكن اعتمادا على ما رسمناه هنا، يبدو أن هناك قوة محصلة، يبدو أن هناك قوة مقدارها 49 نيوتن تقوم بسحب الجسم للأسفل. لكنك ستقول لا لا لا، في الواضح أن هذا الجسم لن يبدأ بالتسارع نحو الأسفل لوجود الجليد الذي يغطي سطح البركة الكبيرة. لذلك فإن جوابي هنا، إذا كان هذا جوابك، ما هي القوى المسببة التي تلغي قوة الجاذبية والتي تمنع هذين الجسمين من النزول نحو مركز الأرض؟ من السقوط بشكل حر لمركز الأرض. وستقول أظن أن هذه الأجسام ستسقط لو لم يوجد الجليد.
الثلج هو الذي يؤثر عليها بقوة معاكسة، وأنت في ذلك محقا تماما، فالجليد يزودها بقوة تؤثر في الاتجاه المعاكس، فتكون مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه. فإذا كانت قوة جذب الأرض لكل من الجسمين 49 نيوتن باتجاه الأسفل، فإنها ستلغى تماما بالقوة التي تؤثر بها الجليد على كليهما بالاتجاه الأعلى، وستكون قوة مقدارها 49 نيوتن للأعلى في كلتا الحالتين. وهنا لحسن الحظ فإن قانون نيوتن لا يزال قابلا للتطبيق. ليس لدينا قوة محصلة تؤثر في الاتجاه العمودي، لا يوجد قوة محصلة في أي اتجاه، لذلك لديها سرعة ثابتة. هذا لديه سرعة تساوي صفر في الاتجاه الأفقي، وهذا لديه سرعة ثابتة في الاتجاه الأفقي، ولا أي منهما يتسارع في الاتجاه العمودي. لوجود قوة الجليد على الجسم، الجليد يدعم الجسم الجليدي الذي بدوره يعارض قوة الجاذبية، وهذه القوة في هذا المثال تسمى القوة العمودية، رد فعل السطح مقدارها 49 نيوتن للأعلى. هنا هذه القوة العمودية، وسنتحدث عن القوة العمودية في فيديوهات قادمة. القوة العمودية هي القوة التي تنشأ عندما يوضع جسم على سطح بحيث تكون معامدة لذلك السطح، وستكون مهمة جدا عندما نبدأ بالحديث عن الاحتكاك. سنرى في المستقبل فيديوهات فيها جسم على سطح مائل، لنقل أن لدينا سطح مائل هكذا. القوة العمودية من هذا السطح المائل، الوتد على الجسم، ستكون عمودية على السطح. وإذا كنت تفكر ما الذي يحدث هنا، فإنه بشكل أساسي بسبب المجال الكهرومغناطيسي، لأنك لو قربت الصورة من جزيئات الثلج، أو لنقل من ذرات الثلج، فإن ما يمنع الجسم من الوقوع للأسفل هو أن على جسيماتها أن تضغط لتقاوم ذرات الجليد المفردة على سطح هنا، عليها أن تقترب من جزيئات الماء، والذرات دعني أرسمها على مستوى ذري هنا، سأرسم أحد الجزيئات هنا. لديك ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين، وستكون هذا البناء الشبكي الذي سنتحدث عنه في الكيمياء. ودعنا نتحدث عن أحد جزيئات الجليد التي قد تبدو مثل هذا ولديها ذرتا هيدروجين. إن الذي يمنع هذين من الانضغاط هنا هو الذي يمنع الجسم من النزول للأسفل، إنه تنافر بين إلكترونات هذا الجزيء والجزيء الآخر، فعلى المستوى الظاهري نسميها نوع من قوة التماسك بين الجزيئات، ولكن على المستوى المجهري والمستوى الذري فإنها في الحقيقة قوة تنافر كهرومغناطيسية.